ياسر نحب الأناقة، ديما نحب إني نظهر في أحسن حاجة. أكثر حاجة نهتم بها قبل ما نطلع هي ميك اب نتاعي، لأنه لازم نكون في أحسن صورة. المعجبين ديما يعطوني بوش يعني بالرسائل نتاعهم، ويشجعوني أكثر باش نطلع عندي ثقة في نفسي. لحظات قبل ما نطلع على المسرح نقعد نحضر في الأغنية متاعي، لأني تجيني الإحساس أني ننسى الأغنية. ديما فما شوية خوف، ناخد نفس عميق، خليني بيني وبالروحي ننسى كل شيء، ننسى ستريس، نقول لروحي أني حغني حلو. في اللايف هذا أكثر حاجة تدور براسي هي كيفاش تكون أغنيتي الخاصة. أتمنى أنه تنجح، تكون أول خطوة لي كفنانة محترفة.